السلام عليكم. اليوم شي وقت ندير فسيه ان شاء الله غادي تقدم لكم بغرير اللي غادي يكون في سريع كي يتحضر في اسرع وقت وجيز اللي كتكونوا بغيتوه في سواء في الفطور او لا في الغدي. غادي نحتاجوا في المقادير بسيطه. عندنا هنايا سميده. انا بالنسبه ليا دائما كنخدم الفينو. بغيتو عندكم الفينو ديروه انتما. السميده عندي رقيقه بزاف. بغيتو ديروا هذه اللي كتكون بحال فينو اللي هي فينو اصلا او السميده الرقيقه ديال الحشر. هنايا غادي نقبض. عندي المدافي وعندي ثلاثه الكيسان ديال السميده وعندي اربعه الكيسان ديال الماء وعندي معلقه كبيره ديال الدقيق الابيض وعندي معلقه كبيره ديال الخل وعندي معلقه صغيره ديال السكر الملح ومعلقه كبيره كذلك ديال السكر صافي. وعندي خميره ديال 16 غرام كيماويه. دابا ان شاء الله غادي نبداو الطريقه. اول حاجه كي قلت لكم غادي ناخذ هذا الطراب ديالي يعني الغراف ديال مولينكس. غادي نكحز هادو على جنب. غادي نجر قدامي هذا الكاس. غادي نعبر فيه 8 ديال الكيسان اللي تيكونوا 4 ديال الكيسان اللي تيكونوا دافين ديال الماء. انا مدفيهم في هذا البريق. هذا الكاس اللي عبرتو به السميده هو اللي غادي تعبروا به الماء. ما ضفنا بعد الكيسان ديال الماء دافي. انتم شفتوا راه دافي طلق السخونيه ديالو. هنا غادي نقبض ثلاثه الكيسان ديال السميده. دائما كنسبقوا الماء لان باش ما يقبضناش في الفم التحتاني ديال السميده. غادي نضيف معلقه كبيره ديال الخميره ديال الدقيق. ها هي دي. وغادي نضيف الملح معلقه صغيره. انا درت قدامكم هذا الشيء مباشره احسن بلا ما ندير بوحدي. ها هي دي الملح. يجيكم المهم على حساب. انا كيعجبني البغرير يكون شي شويه نتوما على حساب. درت لكم القياس معلقه صغيره. تيعجبني يكون شي شويه فيه داك البناد الملحه. هنايا غادي نضيف معلقه كبيره ديال السكر ديال الحبيبات سنيده. هانتوما حاولوا ماشي تقببوها وانما باش تعطينا واحد اللون اللي كيكون ذهبي في البغرير. دابا هنايا غادي نقبض غادي نخلط هادشي كامل ونرجع لكم. غادي ندير معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه وغادي نطحن. هنا من بعد ما طحنتهم الخميره الكيماويه كيخصكم ديروها مع الخليط في الاول عاد كنطحنوا. هي انا كنت ما موريتها لكمش. من بعد طحنت كلشي. دابا هنا غادي نديروا الخميره هي التاليه الفوريه. يعني درنا الخرى اللي كتكون هذه الكيماويه والخرى الفوريه اللي سبقنا في الاول مع الخليط. وهذه كنديروها من بعد فاش كنطربوا وكنوليو نديروا الثانيه. عاد كنخليو المعلقه ديال الخل هي الاخر. ها نتوما شفتوا بدا كيتفاعل دغيا بالضربه. غادي نزيد لكم الكاميرا باش تشوفوا. هنا غادي نضيف معلقه كبيره ديال الخل. اي خل سواء الابيض او لا الخل المعتاد اللي كديرو دائما. هاي دي معلقه ديال الخل. كذلك غادي نوليو نطحنو. صافي هانتوما شفتوه. دابا ديريكت مباشره غادي نطيبوه. غادي نخويه واحد الجبانه باش يجيني ساهل.
هانتوما الخليط وخامر، يعني داك الساعات خصو يطيب، ما متعبش كاع بزاف. شتي هانتوما علاش درنا الماء هو الاول؟ باش ما كيتلصق لكمش في داك الضوء اللي كدور في المولينيكس، باش ما كترجع لكمش بحال الماستيك. كاينين عدد الناس بزاف اللي شفتهم في الفيسبوك هذاك غلط كبير، كيديروا السميده هي الاولى ومن بعد كيديروا فوق منها الماء، ولكن هي كيطحنوا كيولي لهم بحال الخيوط، وكيقول لك بان السميده مغشوشه وما مزياناش، ولكن هما اللي داروا الغلط ما عرفوش بانهم راهم دايرين الغلط. دابا هنا غادي ندير المقله. المقله اي مقله متواجده عندكم اللي مزيانه، انا عندي هذه ديال الباناكوك ولا ديال الكريب، غادي نديرها كتسخن هنايا. غادي تسخن وغادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. يا بسم الله، دابا غادي نبداو على بركه الله. انتم شفتوه كيولا يعني كيوجد دغيا بسهوله. غادي نحاول انني نحركو مزيان. هذه بالنسبه لاول وحده، هانتوما شفتوا كيفاش كيطيب سريع. كنكونوا غادي نجيبوا شي منيدل اللي نحطوه باش نحطوه فوق منها يكون نقي. هانتوما بالنسبه لاول وحده، دابا غادي نهزها. هذه ماشي مشكل انها تكون تمسحوها ولا هذا، غير ديرو ديريكت. ولا حسيتوا به انكم ما كيتقبلكمش ولا ما خرجوا لكمش العيون كبار ولا شي حاجه، خليوه يرتاح 5 ديال الدقائق، من بعد ديك الساعات راه غادي تلقاوه خمر لكم وغادي يعطيكم داك الشكل اللي كتشوفوه دابا قدامكم. انا ما بغيتش نقطع باش تشوفوا بانني راني ما دايره لا زربه لا والو، غير هو راسو تبارك الله راه كيتقب دغيا. بغيتو ديروه في مقيلات صغار كيمكن لكم. انا غادي نهز لكم من الجنيب باش تشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي، ما كيتحرقش على حسب هانتوما شتي اللون ديالو. صافي هانتوما شتو، بغيت تدوزو شي زويف دوزو ماشي مشكل، باش كتبقى لكم المقله ديالكم نقيه وصافي.
كيف تنقول لكم هذه بالنسبه علاش كيجولوا العيون هكذا، هو سريع في الفينو، الفينو تيجي هكا يعني علاش كيجيو العيون كبار بداك السميده الرقيقه اللي كتكون ديال اللي كنصوبوا بها هي اللي باش كيجيو العيون كبار. بالنسبه للفينو الفينو راكم كتعرفوه رطب ودغيا دغيا كيتقب العوينات ديالو صغيرين، ولكن المهم الفكره انه كيتقب وانه كيجي ماشي غليظ ولا ملحم. هانتوما شفتوا اللوين ديالو ما كيتحرقش من التحت. الحلاوه معقوله اللي درنا لها ان درنا ماشي معلقه كبيره عامره بزاف، وهذا بغرير ناجح 100%. راه عندي عدد البغرير اللي صوبت لكم مختلفين، كاين اللي فيه الحليب كاين اللي فيه هذا راه ما فيه حتى شي حاجه. صافي بقات لي الاخرى، هذه غادي نحاول انني نديرها غليظه باش تشوفوا غليظ كيفاش كيجي. الناس اللي كيبغيو غليظ كيفاش غادي يجي. صافي هذا هو البغرير ديالنا كيجي على هذا الشكل هكا. هانتوما شفتوه ها اللون ديالو من التحت. بالنسبه للغليظه ها هي دي مازال ما سخونه، هانتوما شفتوا الغليظه الغدا كتشد شويه اللون. هنا واحد الملاحظه، هنا كتشد اللون واخا هكاك تقابي ما جاوش بحال اللي كيجيو هادو يعني رطب وخفيف وكيمكن كيتبرميه هكذا فاش جبتي تاكلي. راه دائما كندير العسل والزبده وكنلويوه هكذا كيجي على هذا الشكل هكا كيجي رائع. كنتمنى انكم تجربوه ان شاء الله وتطبقوه. شكرا لكم على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذا قدموه مع الوليدات كويز داتاي حليبه، كذلك كويز القهوه راه كيجي رائع مع عسيله وزبده. انا من المحبين ديال الزبده والعسل. قدموا ان شاء الله بالطريقه اللي عجبتكم. شكرا لكم على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.